العالم. قول مشاهدينا الكرام. طيب مشاهدين الكرام الآن نرتقي ونلتقي بحبيبنا وأخونا مصعب صاحب الصوت الشجيع، ونود أن نسأله سؤال في خضم هذه الأحداث وخضم هذه التجارب. السؤال هو سبب حزنك الشديد على فراق أخوك خالد الغامدي. نظبط أنفسنا. أسلم يا مصعب. طبعا سؤال مبطن يا شيخ خالد، لأن الهاشتاج أكثره كان رياكشن على حمود وعلى مصعب، نسوا أني خرجت يعني، نسوا أني أنا وعلقوا على مصعب. وإحنا ما ننساك ولا الجمهور. الله يسعدك يا حبيبي. لكن هي فقالوا هل هو صدق ولا خالد الغامدي. جلست أنا وياه قبل لا يخرج بيوم، ما كنت أعرف الرجال زين يعني، فكنت أسيء بهظن شوي داخليا طبعا. أيوة. كنت أقول هذا بغرور، شبه شوفت نفسي كوي كثير يعني. أسلم. أي فالشاهد للموضوع جلست أنا وياه الصبحية نفس اليوم اللي بليه غدربة الصبح. فالخير. أي فجلست أفضفضل وقلت ترى أنا يعني كنت شايل عليك ظن أنك فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. فكنا قاعدين نمشي تحت البث طبعًا. إيه تحت الهواء طبعا بعد نهاية البث. فقلت له كل الكلام هذا، قلت له يا الله أنا كنت كذا وكنت كذا، لعلك تسامحني فأبيك تعرفني عن شخصيتك أكثر يعني. فقام يسولف لي كذا وأنا والله كذا وأنا والله كذا، فحبيت الإنسان، دخل قلبي كثير 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 والله، دخل تغير نظرتي عنه 180 درجة. فبالليل نفس اليوم غادر خالد الله. فوالله أني انهرت، ما صحت ما بيكم إلا كل خير إن شاء الله. والله إني انهرت.